بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك كتابة. أفاق جديدة وما زال نسر الأهلي يواصل الصعود. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة، الحلقة 812 جاية في أوقات مهمة جدا وفي لحظات نشوة وسعادة وفخر بالأهلي وتفاؤل للأهلي، علشان المهندس عدلي زي ما كلكم شفتوه جاي من لقاء مهم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ده القلم اللي مضيت بيه؟ لا. طب أنا عايز أخد القلم. روح النادي. طيب عرفت ليه؟ قلت له لا اعرفه هيقول لي. عايز اعرف اللي في الورق ايه مش القلم، لكن هو المهم اكيد هنعرف كتير من كواليس هذا اليوم المهم.